تحية مسائية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الثاني سائر المفعول عن موجة الحر التي ستستمر حتى خلال يوم الغد على المناطق الشرقية وكذلك الوسطى، على كل من تيزي وزو، كذلك بجاية جيجل سكيدانا باو طرف، مع أجواء مغشات تقريبا على جل المناطق الشمالية. السحب ستزداد كثافة خلال الأمسية على الهضاب، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة تحت وقع رعود مع هبوب رياح قوية على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الهضاب العليا الغربية. أجواء رعدية كذلك من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الوقار والتاسيلي وصولا إلى الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي مع بعض الأمطار المتفرقة. خلال ليلة اليوم إن شاء الله مقاييس ما بين 18 إلى 29 درجة على الواجهة الشمالية، 19 درجة على تندوف، 34 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد دائما موجة حر ستستمر على المناطق الشرقية وكذلك الداخلية الوسطى، لتقارب 43 درجة على تيزي وزو، بجاية جيجل سكيدانا باو طرف، 32 درجة على العاصمة، 27 درجة على تلمسان، 45 درجة كان المقياس على الصحراء الوسطى، 37 درجة على تامن رسد. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل الاضطراب إلى مطر محليا تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح من ضعيفة إلى معتدلة على الواجهة الشرقية. أما خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء حتى يوم الخميس نفس الوضعية الجوية، أجواء مغشات تقريبا على جل المناطق الشمالية، احتمال بعض الأمطار المتفرقة على الهضاب خاصة الغربية والوسطى، رعود منعزلة على الجنوب الغربي كذلك الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي إلى غاية أقصى الجنوب. درجات الحرارة تبقى فصلية على المناطق الوسطى وكذلك الغربية لكن مرتفعة على المناطق الداخلية الشرقية وحتى على الصحراء الوسطى. أما عن وقت غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 7:12. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.